يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل أذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر مع الجنائز، ثم أثناء بقائي في المقبرة أجد بعض المنكرات والبدع، فأنكر على أصحاب هذه البدع بطريقة خفيفة بيني وبينهم، لكن بعضهم يكابر ويمتنع عن قبول الحق، فأنادي بصوت عال فأقول: يا أيها المسلمون ويا أهل التوحيد، انظروا إلى هذه البدعة، فإذا بصاحبها يولي هاربا. سؤاله: هل فعلي هذا صحيح؟ ثم ذكر أنواعا من البدع، وهي أنه يرى الكتابة على القبر، أو يراه يرش القبر بالماء بحجة التبريد على الميت، أو يرى قبرا يعني قديم يرش بالماء وهو قديم ولا توه مدفون، بحجة التبريد على الميت. إذا كان يرش قبر قديم هذا ما يجوز، أما رش القبر وقت الدفن لا بأس بذلك، لأجل يتلبد التراب ولا نعم. وأما أنه ينكر عليه سرا بينه وبينه ويبين له شيء طيب، فإذا أصر فالواجب أن يبلغ عنه، أن يبلغ عنه الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يحصل في المقبرة كذا وكذا، فيحضر منهم مندوبون ويراقبون هذه الأمور. نعم.